عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، كيفما كتبوا معنا من خلال العنوان فضيحة ساكنة، يعني إقامة بيتي سكني عفوا، عايشين بدون إنارة عمومية، والطريق كيفما كتبوا معنا محفرة، والغياب تام أيضا ديال الأماكن الترفيهية كيفما كتشاهدوا معنا مشاهدينا. فهاد الناس ديال بيتي سكني راسلوا لعدة جهات يعني بدون اي استجابه، يعني كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا. شوف الطريق، شوف هذه الحاله الكارثيه، هذه الطريق ما كايناش، الاناره ايضا ما كايناش، والاماكن فين يلعبوا الوليدات حتى هي ما كايناش. بغينا غير شي مساحه خضراء، بغينا غير شي بلاصه، شي اماكن ترفيهيه للوليدات، والو. شوفوا الطريق كي دايره، شوفوا الطريق، شوفوا هذه الحاله الكارثيه، شوفوا ايضا الاناره، انعدام تام الاناره هنايا، يعني الله يسر من انعدام الاناره، اللي هذا الشيء هذا اللي كيشكل الكريساج وعده مشاكل. الان معنا الساكنه ديال اقامه بيتي سكني، جاو باش يوصلوا الصوت ديالهم، يعني كيف ما كتشبهوا معنا الاخوان. شكون غادي يبدا الاول؟ يعني كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا، تفضل اخويا. واخا شنو المشكل اللي واقع؟ السلام عليكم. انا عندي مشكل ديال الشارع، انا ساكن في عندي محل في بيشي سكن في شارع بولفار نيويورك، عندي واحد المشكل ديال انه الشارع ما مقادش لدرجه انه عندي زبائن كيعانوا حتى هما من هذا المشكل ديال الغبره. يعني تعمل محل تجاري، ويعني جاو تقريبا راه قبل من رمضان، مازال ما عالجوا هذا المشكل، كانوا داروا الاشغال ديالهم وخلوه كيف ما هاد الحاله، يعني خلوه بحال هكا. وهنا كنعانيو بزاف، خصوصا عندي انا محل ديال الماكله، يعني الغبره كامله كتدخل عندي المحل، لدرجه انه يعني كنعانيو من ضرين بزاف، لا من الغبره لا من الطريق، انه ما دايزاش، يعني هذا خصو يكون شارع يعني دوبل فوا، يعني بولفار نيويورك، يعني كاين محلات، كاين ساكنه، كاين شحال من حاجه، ولكن ما لقيناش زعما الحل. حتى الاناره كنشوفوها هي غياب الاناره، هادشي اللي كيشكل الكريساج كيشكل ضروري. الاناره ما كايناش بالحكم انه زعما راه كاين ناس ساكنين هنا، وكاينين عائلات، وكاين شحال من حاجه، ولكن حنا عندنا هذا المشكل ديما. دونك غينا ما نقولوا زعما الناس مسؤولين باش يصوبوا لنا هذا المشكل، ولكن ما كاينش. تواصلتوا معاهم؟ تواصلنا معاهم، ولكن لا، درنا شكايه، درنا كل شيء، ولكن ما لا والو، ما كاينش شي زعما. لا ساكنه، لا اصحاب المحلات، يعني كلشي مضر. يعني ملي كدوز الطريق كتولي واحد الغبره، كتولي واحد لاسميتو. كتولي واحد الغبره بحالها في الصحراء، فوالا بحالها في الصحراء، وخصوصا ملي كيجيو عندي الناس كيبغيو ياكلوا الماكله، راه شغنقول لك، راه لا اله الا الله محمد رسول الله. واللي عنده الحساسيه، واللي عنده شي امراض مزمنه، راه حتى عندهم مشاكل. كاين اللي مسكين مريض ولا شي حاجه، يعني كيشوف كيشم ديك العبره، يعني كيسبب لي تما في المشاكل ديالو. دونك كاين مشاكل بزاف كنعانيو منها. الوليدات هادو فين غيلعبوا؟ حنا ما كنشوفوا لا اماكن ترفيهيه، ما كاين مساحات خضراء. هذا هو الاشكال، حتى هذا مشكل. خاص نورمالمون يكونوا ملاعب القرب، يعني ديال الاحياء، اللي غادي يقدر يخلي الوليدات الصغار يمشيو يلعبوا وينشطوا مع راسهم. هذا شوف بحد ذاته هو مشكل كبير، ما عندناش هاد الملاعب القرب في الاحياء، في الحي ديالنا. المنطقه بغينا حنا الشارع يتقاد، و
ونكونوا فرحانين فهمتي، يعني نكونوا فرحانين لا حنا اصحاب المحلات لا الساكنه، يعني نكونوا فرحانين وتكون شارع زوين يعني نقي ونادم غادي جاي. الله يحفظك بارك الله. غادي صافي الكلمه ديالو قال الكلمه ديالو السلام عليكم. السلام عليكم خويا خير. خويا انا من الشاطر واحد مو بزاف، خاصنا الشارع يتقاد، انت تشوف كلشي على عينك بحال هكا. إنارة خويا، انت شوف إنارة ما كايناش، خاصنا فضاء فين يلعبوا الدراري الصغار. هو الشارع شوف الدوت تما كاين ومكامل شارع. وهنا كاين محلات تجارية. تا هما كروسين تا هما صراحة. كيف الكليان في الغبرة ما غاديش يدخل، بحال الماكلة واحد السيد عنده الماكلة هنايا. كاينين محلات بزاف فهمتي. حتى الناس اللي بغاو يشرو الحوايج ديالهم، الناس اللي عندهم. وأكثرية تدخل الغبرة في الدار بزاف. تدخل الغبرة بزاف. كل مرة أكثرية تهبط، أكثرية تهبط الريدوات. يعني واخا تعيا ما حنا قيمة. والله ضروري ضروري. كانوا هنا اللي تخافوا أشغال. كانوا أشغال. ما كملوهمش. ما كملوهمش، حنا مكرسين دابا. راسل شوف، راسل شوف. راسلوا المسؤولين قال لك هادشي اللي كاين، باقي ما عرفناش، ما عرفناش شكون دابا هادشي اللي كاين. الساكنة، دارتوا الشكاية ديالكم. دير الشكاية ديالكم. كاين والو باقي ما كملوش هادشي هذا. المدة دابا راه غادا لواحد ماشي بزاف، 6 شهور بحال ما قلت لك. باقا ما كاين والو. تابع ليديك. تابع ليديك، ما كملوش دابا هادشي. نطلبوا من يديروا لنا شي حل. شحال مدو الشارع بحال بحالك؟ شحال مدو الشارع هو باقي بحال هكا؟ المصيبين هما والو. تقول شي 8 شهور ولا 9 شهور. 8 شهور. كانت حفرة، كانت حفرة، كنت ما جيتوش انا شفت واحد الوقت. هذا الحفرة كانت حفرة واحد 9 متر. 9 متر ديال الغرب. دير شو دابا؟ لا ولا دايرين ليه باريالات وداك الشيء عباد الدوز من هنايا. الساكنه هي اللي دخلات دارت. جاو قادوا داك الشيء وحقوا وبقى بحال ما كان كاع، ما داروش قدروا. واخا نسولك كيف كيلعبوا هاد الوليدات ديالكم؟ كنشوف هنا ما كاين لا اماكن ترفيهيه، ما كاين والو. خصك تخرج تمشي للبحر ولا تمشي للصراديه بعد تبعد بعيد من هنايا وصافي. ما كاين لا ملاعب خوف لا والو. ما كاين لا ملاعب، كان واحد التيرانات فوق في العاليه، ما كاينينش دابا حفروهم بغا يديروا التيرانات اخرين، باقي واحد الساد ديالو هنايا باقي مسدود. كاين واحد الفضاء انا صغيور باقي مسدود. شنو رسالتك انت للساكنين ديال الساكنه ديال نطلبوا من الرؤساء اللي مكلفين بهذا الشيء يقادوا. شكرا. سمح لي مرحبا خويا عافية. يعني كما شاتوا معنا والمشاريق، انا شفت فيه الساكنه اللي ساخطه على هذا الشيء هذا اللي واقع هنايا. كما كتشوفوا معنا باقي صادق شي واحد غيهضر. يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدين، حيت حنا شوف حنا على البث المباشر، خاصنا ضروري شي واحد اللي يعطي الكلمة. السلام عليكم. كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا، الناس مضروره. صديق شوف شوف انت مضرور، خصك تهضر على حقك فهمتيني، ماشي يعني كيف ما كتشبهوا معنا مشاريق. انا شوف تيفي انا الان احد المضرورين هنا في السكن ديال بيشي. غيعطي الكلمه ديالو. تفضل خويا. خويا شنو واقع؟ وي السلام عليكم اخي. اللي وقع لنا هنا في هادشي اللي وقع لنا هنا في بيتي ساكن في البرنوصي، هو ان الناس المسؤولين ما جاوش داروا خدمتهم هنايا، خلونا شلوا الشانطي بلا كودرون، خلونا الغبره هنا كطير. حنا انا بعدا كنسكن في الواجهه في التروازيام ميطاج، تصور انا عندي جوج وليدات باقا نصار. الغبره اللي كطلع شكل الدار ما نقولش لك البودر كرقيقه والله. وليداتي الدري الصغير اللي عندنا عنده يلاه عنده عامين ولات فيه الحساسيه من ديك البودر اللي كطلع دابا، وماشي زعما كنكون داروا على الكياس داك الشيء شويه، ودابا ديك البودر الاحمر الغبره الرقيقه كاع. وعاد زيد على ذلك عاوتاني الاناره بالليل، راه نقول لك بالليل راه الظلمه ديال بصح. وشنو لو كيجيو الدراري كعارف لك الناس ديك الدراري اللي الله يهديهم والله يعفو عليهم وكشي، ملي كيلقاو الدنيا مظلمه وكشي راه كيبقاو يتجمعوا وداك الشيء فهمتي. خصك تعرف واحد القضيه، الاناره راه كتخلق الكريسات راه هادو هادشي اللي بغيت نقول لك انا، راه كيخدموا الكريسات الفراره هما كيعاودوا لان الاناره مشي في السيف.
هو راه هو المشكل دابا اللي واقع علينا حنايا، وحنا كنطلبوا من المسؤولين اخويا يجيو يدخلوا في اقرب وقت صراحه، لان هادشي راه تقريبا راه دابا راه جاي العام، دابا جاي العام دابا الكودرون ما كاينش في الشهر تقريبا، دابا عام دابا اللي جاي جاي دابا جاي تقريبا العام، انا ما عرفتش بالضبط شحال ولكن المهم جاي تقريبا العام اللي عقلت انايا يعني. دونك ما كاين لا شكل لهم لا كودرون لا والو، كاين غير الغبره والتراب اللي كيطلع عندنا حنا اللي كيدخل عندنا للديور وصافي. القضيه كيما قلتي انت كيسكن الدروري حتى صحاب المحل تجاري تيجيو دروري اللي عندهم، هذوك راهم دروري كثار دابا، وراه حنا كنشريو من عندهم، راه كنشريو من عندهم الخبز، كنشريو من عندهم المواد الغذائيه، راه كل عام راه غبره داك الشيء. رانا كنشوف الناس ديال الحوانت مزكر راه كيقيلوا يشطبوا يوميا فهمتي. قال لي واحد الدري دابا خديت مع الصراحه قال لي كيجي مثلا الكليان كيشوف الغبره بحال هكا ما كيزالش انه ياكل شي ما يقدرش ياكل. بالنسبه للناس انا اللي كيشلوا صحاب داندي وصحاب باشلوا اللي الاكلات خفيفه وداك الشيء، راه تما راه مساكن مضرون كثار من الناس اللي ساكن يعني. كيف قلتي انت راه ما يمكنش انا نمشي ناكل انا دابا كنقول انا كلشي بالي الغبره وداك الشيء، ما يمكنش نمشي ناكل من عنده حيت الغبره كتدخل عنده وقول اوبر هذا الماكله ديال عنده الحوايج بغيت نشوف السطح يعني تما كلشي كتولي هذاك الشيء بلا ما ندوي عليهم ديال الحوايج ديال السطح والثاني والدار الداخل. انا بداك راه المدام عندي راه ديما كتهز الصالون ديما تحيدوا عاوتاني الصالون هذاك الشيء. كنتمنوا من المسؤولين انهم يدخلوا في اخر وقت والله هادشي اللي كنتمنوا. وليدات في كيلعب كنشوفوا لما كاين مساحات دابا ما كنخرجهمش، القديم ملي جبت الوليدات مزيان انا وليدي كاع ما كنخرجوش والله ما كاين مساحات خضراء مزال الحمد لله قريبه لينا زناز انا كنمشيو كنمشي زناز انا كنعرض تما كلي سباس ديال الاطفال تما كنحطهم يلعبوا، ولكن هنا في شكل انا عندنا في بيت السكن ما كنخرجهمش لان هنا كاين الغبر بزاف وكاين الاناره ما كايناش بالليل وهذه. انا ولدي نخاف نخرج يتسخر دابا في الليل ما نسخروش كاع بالليل لان عدم الاناره وانا براسي خاف راسك تخاف على راسك انت هو هذه حاجه زعما تسخر بلي ولا شي حاجه باش نقول لك هو رسالتنا من عندنا حنا كمواطنين هو ان المسؤولين يدخلوا في اخر وقت هادشي اللي كاين. بلاصه فين هنا بالضبط؟ هنا في بيت السكن في البرنوص حدا حي الصناعي. شكرا لك شكرا. باقي شي حد غيهضر عطيتك كلمه. إذا كما تبعتوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في التصريحات الساكنة هنا في بيتي سكني ديال المنطقة سوق البرنوصي اللي ما عندهم لا طريق ما عندهم لا إنارة ما عندهم لا أماكن ترفيهية لا مساحات خضراء لا والو كما كتشاهدوا معنا. فحنا كنتمناو المسؤولين ديال المنطقة البرنوصية أنهم يتدخلوا ويحلوا لهم المشكل ديالهم. فإلى هنا مشاهدي قناة شوف تي في وصلنا لآخر ذات مباشر إلى مباشر آخر إن شاء الله.